مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخيرات أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. في هذه الحلقة نسلط الضوء على المؤتمر الصحفي وأيضا البيان الذي صدر عن اللجنة الفنية للحرية والتغيير التي وضعت ميثاقا جديدا للإصلاح السياسي في السودان. اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. اذا للحديث حول هذا الموضوع يسعدني هنا في الاستديو ان ارحب بضيفي العزيزين المحللين السياسيين الاستاذ بركات النجار المحلل السياسي. اهلا وسهلا بك استاذ بركات. اهلا وسهلا بك ومرحب بالزميل الرشيد ومرحب بالمشاهدين على امتداد القناه. اهلا وسهلا بك وارحب ايضا بضيفي العزيز الاستاذ رشيد سدي. اهلا وسهلا بك استاذ رشيد. اهلا وسهلا بك استاذ عصام، وتحيه خاصه صلاح. صلاح ما يزال اسمك ما زال اسمك في ذاكرتي صلاح عصام. وتحيه ايضا للاستاذ بركات والساده المشاهدين. اهلا وسهلا بك ونحن نرحب فيك استاذ رشيد. ما رايكم ان نذهب لناخذ مقتطفات من المؤتمر الصحفي واهداف الميثاق الذي أعلن يوم أمس في قاعة الصداقة؟ نذهب إلى المؤتمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن كان هذا المؤتمر الصحفي للجنة الفنية للحرية والتغيير. أستاذ بركات النجار، تابعت معنا بداية هذا المؤتمر الصحفي؟ طبعا مؤتمر طويل، ولكن نحن ركزنا على أهم الأهداف التي أعلنت في هذا المؤتمر أو أهداف لهذا الميثاق. السؤال هو ما الذي يميز، ما الجديد الذي جاءوا به؟ طيب مرحب بك مرة أخرى، مرحب بالزميل الرشيد. أنا أعتقد هو ليس هنالك جديد أتوا به في مضمون ما طرحوه في الوثيقة التي تخصهم، بالعكس هو هنالك ملاحظات ربما تشير إلى بعض النقصان، يعني في قضايا لم يتناول المنافستو بشكل واضح كمسألة تسليم المتهمين في النظام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لم يتطرق إلى الموضوع. باقي النقاط التي أوردها المانيفيستو هو قد يكون مطابق تماما مع الإعلان السياسي الذي أعلنه المجموعة الثانية، نقول المجموعة ألف من الحرية والتغيير، مجموعة الأم. الأم لا خلاف بينهم، وده إن دل على شيء ما يدل على أن الخلاف في حد ذاته هو خلاف سياسي وليس رؤية أو برنامج. يعني أنا أعتقد إنه الخلاف أساسا ليس حول البرامج والمانيفيستو، الخلاف حول من يمثل الثورة الآن وما هي المجموعات التي من المفترض أن تمثل الثورة. وده لو لاحظت المجموعة الأولى لما أعلنت الإعلان السياسي دعت إن أو ادعت إنه دي عودة أو هو عودة لمنصة التأسيس، وفي التأسيس الحرية والتغيير كان فيها مئات الأجسام، ليس سياسية واحدة إنما أجسام مدنية، أجسام مناطقية، أجسام مطلبية غيرها. أين هذه كلها لا؟ كلها عندما تم تكوين المجلس المركزي للحرية والتغيير تم تجاوز كل الأجسام ما عدا الأحزاب السياسية، بالإضافة لتجمع المهنيين، بالإضافة لقوى القوى المدنية المطلبية، باقي الأجسام تم تجاوزها. وده كان أعتقد أنه أكبر خطأ مارسته الحرية والتغيير ومارسته الأحزاب. وتم يتحدثون نعم استاذ بركات يتحدثون يقولون بانه القوى الحريه او القياده في قوى الحريه والتغيير كل من لم يرق لها العمل وفق هذه الاهداف او يعني وفق وجهه النظر السياسيه اتهم بانه فلول وانه من اتباع النظام السابق وانه وخونه ويعني وقعت رميه بالاتهامات، لذلك يعني ظهرت مثل هذه تباينات. الغريب انه يعني التاريخ السوداني حافل بالخلافات الشبيهه، وكانت سبب في حتى انفصال الجنوب. انا اتذكر انه بعد الاستقلال مباشره حزب سانو في الجنوب عندما
تم الاتفاق معه أنه يصوت لانفصال السودان عن مصر أو للاستقلال مقابل أنه يمنح في الدستور الحكم الفيدرالي لإقليم الجنوب. بمجرد ما صوت النواب الجنوبيين لصالح الاستقلال في السودان رفض الدستور إضافة الحكومة الفيدرالية للجنوب وإقليم الجنوب. طوالي بعدها كان حصل الكفاح المسلح في الجنوب، واللي هو قاد حتى بعد أكتوبر 64 عندما طرح مشروع الدستور ونواب الجنوب لم يتم انتخابهم في تلك الفترة للأوضاع والحروب في الجنوب، اقترح بقية الأحزاب دستور إسلامي في السودان والجنوبيين رفضوا ذلك، وتم برضو معهم أيضا مؤتمر البجا ومؤتمر جبال النوبة في لبغبوش وحتى في أبناء دارفور مجموعة من الناس. نفس الخلاف نفس المشهد. لكن إلى ما تأخرت هذه الخلافات؟ إلى أن السياسيين السودانيين إلى الآن، أنا أعتقد السبب الأساسي إلى الآن الأحزاب السياسية السودانية لم ترتقي إلى مستوى أن الوطن أهم من الحزب وأهم من الرؤية. عند هذه نقف أستاذ بركات. نعود إلى ضيفي أستاذ رشيد الساتي، أرحب فيك مجددا أستاذ رشيد، إن كان لك من تعليق على ما ورد من أهداف. يعني كما ذكر الأستاذ بركات يمكن لا جديدة في هذه الأهداف، ويمكن أن نقول أنها مجرد يعني نسخ ولصق للإعلان السياسي مع بعض القصور كما ذكر الأستاذ بأنه لم يتطرق لمسألة المحكمة الجنائية الدولية، وحتى عندما تحدث عن لجنة إزالة التمكين تحدث عن أنه يجب أن تعمل دعم لجنة التمكين للعمل وفق القانون، وكأن هذه اللجنة لم تكون وفق قانون، هي تكونت وفق قانون وتعمل في إطار القانون. نعم هنالك من يتحدثون بأن لجنة الاستئناف لا تعمل بالشكل المطلوب، المنظومة العدلية لم تكتمل وما إلى ذلك، ولكن هو هذا المؤتمر يعني ينظر إليه في محاولة التسلل أو اختطاف الحاضنة السياسية. وللأسف يعني نحن بنرى إنه يعني على مستوى وزير المالية حاكم إقليم دارفور يعني أشخاص موجودين في الحكومة وخارجين يعني يعتبروا يعني لأن هذا الأمر سيخلق ضغط كبير على الحكومة وسيعوق العمل الحكومي بشكل كبير لاختلاف يعني حتى الوزراء الموجودين في قوى الحرية والتغيير الإعلان السياسي والوزراء اللي الآن موجودون في الميثاق سيعملون من منطلقات سياسية أو منصات مختلفة وده حيعيق العمل يعني. فبالتالي هذا أمر مستغرب من قيادات بهذا المستوى أن تسهب في هذا الطريق. وحتى المؤتمر يعني للأسف هو إعادة إنتاج لممارسات المؤتمر الوطني الذي كان يمارس الحشد الغير مسؤول يعني أن يحضر طلبة المدارس الدينية وحتى بإدعاء أنهم قادمون لدعم الجيش ودعم العسكريين وهكذا، ويتفاجئوا بأنهم موجودون في مؤتمر سياسي. على هذا المؤتمر ينظر إليه على أنهم محاولة سياسية. لكن الأمر تجاوز ذلك أستاذ رشيد. نعم. إلى هناك مشاكل أيضا في حلفة وفي ما يخص تقريبا بعض الطرقات، إيقاف بعض الطرقات، قطع بعض الطرقات. الأمر تجاوز التباين السياسي إلى التحشيد الشعبي. نعم، هذه واحدة من الإشكالات الأساسية يعني رأس الرمح في هذا الميثاق هم الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق سلام جوبا، وواحدة من الإشكالات الكبيرة التي تسببت في المشاكل التي تذكرها الآن هي مسألة المسارات، سواء كان مسار الشرق ولا مسار الوسط وأي مسار كان، هي هذه واحدة من المشاكل التي نتجت واليوم يصادف يعني الذكرى السنوية للتوقيع هذا الاتفاق. فبالتالي دي واحدة من الإشكالات، الناس كانت تستبشر بقدوم قادة الحركات وإنهم يعني يدخلوا في العمل السياسي ولا يحاولوا يعني اختطاف أو محاولة عرقلة تكوين الحرية والتطوير والمشاركة فيه. وحتى في الإعلان السياسي اللي كان في الشهر الماضي قبل أسبوعين يعني انتهى الإعلان بأنه هذا الإعلان غير مقلق ومفتوح لكافة المكونات السياسية والقوى الوطنية للسير في هذا الطريق. الآن الأمر أصبح أكثر تعقيدا، يعني هؤلاء إذا كانوا حريصين فعلا على مصلحة المواطن ما كانوا جنحوا لأنهم يعني يأتوا
في إطار أنهم يقوموا بجسم جديد يعقد المشهد. وهناك طبعا حديث كبير عن عن عن, عن توقيت قيام هذا المؤتمر بأنه عقب المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي حاول فيها بعض العسكريين الاستيلاء على السلطة، وأتى ذلك مباشرة في ظل التراشق القوي جدا الكان بين مكوني الحكم، وحتى المكون العسكري تحدث بشكل واضح بأننا قادرين على التحشيد وبأننا لدينا جماهير، وحتى لديكم شرح وحتى الفريق حمتي ذكر يعني نحن سنخلع بدلتنا العسكرية، وحتى يعني هنالك يعني حديث كثير وأدلة كثيرة على دعم المكون العسكري لهذا المؤتمر. حقيقة نعم، يعني هذا من وجهة نظرك أيضا كمحلل سياسي، لكن اليوم كان حديث البرهان على أنه نحن نقف مع تطلعات شعبنا وننظر إلى كل المكونات السياسية على قدم المساواة. الحديث حديث والأفعال أفعال. تسرب يعني خطاب من مجلس السيادة من طريق مناوي، نعم بأن تتم معذرة، نفى مناوي ذلك، ولكن المجلس العسكري لم يستطيع أن ينفي صدور الخطاب، بل قال أنه بطلب من مناوي. الخطاب يطالب أنه يتم يعني دعوة البعثات الدبلوماسية للمشاركة في هذا الاحتفال، وهذا يعني أمر غريب جدا. أولا الخطاب وجه لوكيل وزارة الخارجية من الأمين العام لمجلس السيادة. الشيء الطبيعي إذا أكملت إذا 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 أكملت إذا أكملت هذه الجزئية، يعني الطبيعي في هذا الأمر أن تتم، حتى وإن كان هذا الأمر يعني ما كان يجب له أن يكون، أن تتم مخاطبة وزيرة الخارجية وهي بدورها تخاطب الوكيل لتخاطب البعثات، ولكن هذا يعتبر يعني مساندة لطرف آخر، وما كان لمجلس السيادة أن يتدخل في أي عمل سياسي. هم يقولون أنها مختلقة. ليست مختلقة ولم يتم نفيها. منشورة دون يعني منشورة من ضمن الإشاعات المنشورة. طبعا هذا رد المكون العسكري وأيضا نعم. رد مناوي أيضا في تغريدته الأخيرة. أستاذ بركات، عملية التحشيد والتحشيد المضاد إلى أين تسوق السودان؟ أنا أعتقد أنه إذا كان التحشيد خارج منابر الدولة لا خلاف عليه، يعني هو الخوف من التحشيد في ماذا؟ الخوف ليس في انقسام الشارع، لأنه الشارع أصلا يعني في خلافات كثيرة، يعني الحرية والتغيير منذ أن أصبحت حاضنة للفترة الانتقالية حصل فيها خلافات كثيرة. حزب الأمة جمد نشاطه، الحزب الشيوعي إن قدم يبتعد عن الحرية والتغيير، في خلافات. هو المشكلة بالضبط في إنه يتم استغلال منابر الحكومة أو الصفة الحكومية أو الصفة الوزارية إن كانت تنفيذية أو سيادية في هذا الصراع، وده الظهر في الفترة الفاتت، إنه مثلا موقع لجنة إزالة التمكين تصبح أحد المنابر لحشد الجماهير، ومجلس السيادي مثلا البرهان كأنه يقذف بالجيش كله في الصراع السياسي، يمنع القوات الأمنية من حماية بعض الشخصيات بالإضافة للمقار اللي هو إقحام مؤسسات الدولة المفترض تكون بعيدة عن هذا الصراع. يعني أنت تريد أن تقول أن التباين السياسي على مستوى الشارع هذه حالة صحية في المشهد، ومطلوبة جدا، ومطلوبة جدا، مطلوبة في هذا الوقت تحديدا. نعم. لكن الخشية من استخدام المنابر نعم. الدولة نعم. سواء في المكون المدني أو في المكون العسكري. نعم. لكن ذلك يعني الخطورة، يعني المؤشرات كلها بتشير إلى أنه بدأ بالفعل إدخال أو إقحام الدولة في الصراع السياسي. وأصلا الصراع بالمناسبة ما وصل المرحلة دي إلا لو لاحظنا أنه منذ أول حكومة تم تكوينها كانت هنالك في الوثيقة الدستورية أحد البنود تتحدث عن أنه الوزارات أو الحكومة تتكون من حكومة كفاءات وليس حزبية. ففي تلك الفترة أو في تلك الحكومة، رغم أن هنالك بعض الأحزاب وبعض المجموعات وبعض الأجسام المدنية التي كانت موقعة في ميثاق الحرية والتغيير أو إعلان الحرية والتغيير، لم تكن حريصة على الدخول في الصراع. بعد تكوين الحكومة الثانية اللي هو حكومة الأحزاب وتوزيع المواقع الدستورية أو التنفيذية وفق الأحزاب والولايات وفق الأحزاب، رأت باقي المجموعات أنه
هي أيضا تطالب وقعت في الوثيقة في الإعلان وساهمت في الثورة، وبالتالي من حقها أن تمثل ما دام الأمر أصبح تمثيل أحزاب. واشتد الصراع تحديدا بعد التوزيع بتاع مجلس الشعب اللي هو أيضا منحت للحرية والتغيير وللمكون العسكري وللجبهة، بمعنى أن هناك تهميش لمكونات. بالضبط، أنت في فترة انتقال، أنا أعتقد أنه فترة انتقالية وفقا لتجارب كثيرة في السودان، ثورة 64 أكتوبر، ثورة أبريل، لتجارب كثيرة كان الفشل دائما المبرر الأساسي لانقضاض العسكر مرة أخرى على الأنظمة الديمقراطية، أن المدنيين أو الأحزاب السياسية لا تصل إلى اتفاق، بالعكس كان يعمل. الآن بالمناسبة في يعني هنالك مصادر مؤكدة تؤكد إنه كثير من الأحزاب السياسية الغير ممثلة تتواصل مع العسكر، المكون العسكري في مجلس السيادة تلتقي به، تطالب بإنه ضرورة إنه المجلس أو المكون العسكري يدافع عنها وحتى تمثل. حتى مناوي أيضا قال لها أيضا نعم حديث. نعم نعم. هذه الظاهرة ترافق السودانيين منذ الاستقلال. الحزب أو الجهة أو المجموعة التي لا ترى نفسها في النظام الموجود الآن غير ممثلة تبرر لنفسها اتباع أي وسيلة للوصول لهدف، وده دائما هو المهدد الأول لأي فترة ديمقراطية مدنية في السودان. نعم. أستاذ رشيد، هل يمكن أن يعني نرى مثل هذا الوجود وهذا التباين السياسي وهذا المؤتمر المكونات يعني في حدود 20 مكون كما أعلن، هل يمكن أن نقول عنهم بأن هؤلاء يعني خرجوا من تلقاء أنفسهم، لم يجدوا أنفسهم في المكون الأساسي ومكون الحرية والتغيير، لذلك شكلوا لأنفسهم مكون جديد؟ يعني أسأل بشكل أيضا أوضح، هل الخروج بهذا الشكل هو خروج غير مدروس، أم أن هناك أهداف ورؤى وأسباب أدت إلى هذا الخروج؟ طبعا يعني لا خلاف بين الناس في أنه الحاضن السياسي يقول الحرية والتغيير محتاجة لإصلاح، ويمكن منذ بداية تكوينها تحدث حزب الأمة القومي عن ضرورة إصلاح هذه الحاضنة، وأنها لا يمكن أن تسير بهذا الشكل المعطوب لإنجاز مطلوبات المرحلة الانتقالية، وتقدم في حينها بمبادرة اسمها العقد الاجتماعي. يمكن لم يتم الإصغاء لمطالب حزب الأمة، مما أجبره على تجميد عضويته، يمكن كان في مايو 2020، وسارت الأمور على هذا النهج، ورأينا يعني التعقيدات التي صارت من بعد ذلك. يعني طرح أيضا حزب الأمة مبادرة للجلوس ومحاولة يعني استصحاب كافة المكونات لمنع الإشكالات التي نراها ماثلة أمامنا الآن، وتم الجلوس وتم اجتماع في دار حزب الأمة، ضم كل الموجودين داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير وغير الموجودين فيه، وتم تغيير حتى اسم المبادرة إلى مبادرة القوى السياسية، وتم الاتفاق بأن كل هذه المكونات تحضر الاجتماع الثاني وتأتي بآرائها للخروج من هذه الأزمة، وتم تكوين اللجنة الفنية، وبدت فعلا اللجنة الفنية في أعمالها، ثم طفت الصراعات والمشاكسات بين المكونات. وللأسف يعني هذه المشكلة، إنه نحن ما زال كثير من العسكريين لدينا لم يتحرروا من نزعة الوصاية، في مقابل أيضا المدنيين فيهم من لم يتحرر من نزعة اختطاف الثورات. يعني فكل حجتهم بأن القوى الحرية والتغيير احتكرت الثورة لنفسها، ورأت أن كل حزب لا تتطابق وجهات نظري مع قوى الحرية والتغيير، هو كما يقولون يعني بأنهم هؤلاء من فلول النظام السابق وغير ذلك. يعني هم يريدون أن يكون لهم تمثيل. نعم. يريدون أن يكون لهم تمثيل حقيقي يوازي وضعهم في الميدان. هذا الادعاء حقيقة غير دقيق، بدليل أن الإعلان السياسي تم فيه يعني
اتفاق بين مكونات محددة وما زال الباب مفتوح لينضم إليه الجميع، وهذا ما مارسه هؤلاء. وحتى يعني قصة أنهم يرفضون وصفهم بالفلول، نعم هنالك بينهم وطنيون قد يكونوا حضروا لهذا اللقاء بإدراك أو بدون إدراك، يعني في 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 هنالك وجوه محسوبة على النظام السابق موجودة في المؤتمر، وحتى على مستوى الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي. المؤتمر الشعبي هو في النهاية الأخ التوأم للمؤتمر الوطني إذا رضينا ذلك أم أبينا، وهم من قاموا بانقلاب عام 1989. فبالتالي يعني معنى هل المشهد يتكرر مشهد أبريل وما تلا أبريل 85؟ هل المشهد يتكرر؟ مهما تفاعلت هذه الأمور، أنا في اعتقادي يعني هنالك من يعمل على إعادة إنتاج ذات الوضع السياسي الذي سيمكن العسكريين، بعض العسكريين نقول الطامحين لفرض وصيتهم على السلطة في السودان. يجري الآن تهيئة الأوضاع لذلك، الانفلات الأمني الذي نشاهده، خلق مشاكل في أطراف البلاد، الضائقة المعيشية وما إلى ذلك، كل هذه وسائل تستخدم لخلق هذا الأمر. وحتى يعني السيد المستشار البرهان أبو هاجة يعني صرح بشكل واضح، قال بأن هذا الإعلان الميثاق هو الحق، وكل من يتخلف عنه ستتجاوزه الأحداث. يعني هذا اصطفاف واضح في هذا الأمر لخلق جو قد يساعد العسكريين لفرض وصايتهم. نعم أستاذ بركات، يعني قد يسأل السائل ويقول ما المانع أن يكون هنالك أكثر من كيان سياسي موجود في المشهد السوداني حتى لا يتهم كل طرف الآخر بأنه محتكر للثورة وبأنه مهمش للآخر؟ ما الذي يمنع أن يكون هناك أكثر من كيان؟ طيب هو طبعا هذا المطلوب، المفروض يكون في أكثر من كيان، بل كل الكيانات. أنا بالمناسبة ضد إطلاق التهم بل يعني على عواهيني أو أن مجموعة لأنه هي مثلا وقعت على ميثاق الحرية والتغيير أن تمتلك صك لتحديد الآخرين إنه هذا فلول وهذا غيره. أعتقد ده يعني واحدة من الإشكالات الأساسية. نحن الآن في مرحلة بتاع تأسيس دولة، يعني النظر في التاريخ القريب السوداني 68 السودانيين عبر البرلمان كونوا لجنة لصناعة الدستور الدائم للسودان. الخلاف بين الأحزاب السودانية حول هذه اللجنة أدت إلى حل البرلمان نفسه وليس اللجنة وحدها. حتى حلت اللجنة، كونت لجنة بعد حل البرلمان، كونت لجنة مدنية من المحامين أيضا حلت، وأتى النميري بانقلابه في ظل حل البرلمان وعدم الاتفاق على رأي. نفس الإشكال بعد رجعت الفترة المدنية من بعد أيضا 85 إلى 89 وحكومة المهدي بالضبط. ونفس الآلية نعم، أن يتنادى السياسيين بأن ووصف الآخر بأنه ذلك فلول، وهذا أعتقد هذه من أكبر الأخطاء في السياسة السودانية. يجب أن يكون هنالك قانون واضح تطبق الدولة وليس الأحزاب وليس الجماهير وليس المنظمات المجتمع المدني، هي من تحدد من الفلول ومن غير الفلول. والقانون الذي يعمل به الآن في السودان هو قانون إزالة التمكين، هو الذي حدد أن المؤتمر الوطني يعتبر يمنع من ممارسة العمل السياسي ومرفوض. أي مجموعة غيرها حتى الذين شاركوا في النظام السابق أعتقد ما دام القانون لم يجرمهم، أنت كسياسي أو كحزب ليس من حقك أن تجرم الآخر. بالعكس نحن بحاجة إلى أن يتفق أغلب إنتاج النظام بالضبط، محتاجين إلى أن يتفق أغلب السودانيين من يحملون وجهة نظرنا والذين يحملون وجهة النظر المخالفة، لأنه نحن في مرحلة صياغة دستور قانوني انتخابات. ما هو هذا الدستور الذي يمكن أن يرضى به الآخر وأن تتفصل حسب رؤيتك وسوبك، وهنالك عشرات بل مئات وجهات النظر والرؤى والرأي حول كيفية حكم. اليوم في البطانة، اللي هو منبر البطانة الموحد، استقبل ترك محمد الأمين ترك اللي هو، وكان هنالك حشد ضخم في البطانة.
تحدثوا عن الدستور، عن رأيهم، عن مطالبهم، عن غيرهم. بالعكس، أنا لأول مرة منذ اندلاع الأحداث في الشرق أرى محمد الأمين تريكي يتحدث بشكل مختلف، لأنه المنبر الموحد لأبناء البطانة مطالبه مختلفة، فهو حاول يأتي قريبا منهم لأنهم جزء من مكون الشرق. رمضان يأتي بعد زيارة الوفد من بالضبط. فبالتالي يعني لو كان هنالك فعلا وعي سياسي حقيقي ورغبة في أن يخرج السودان من الدائرة الشريرة، حكم مدني ثورة، انقلاب، حكم مدني ثورة، يجب أن نحسن إدارة التنوع بيناتنا وإدارة الخلافات بيناتنا، ويجب أن نحشد أكبر قدر من الرؤى المختلفة لصياغة وثيقة على الأقل دستورية تشمل الجميع. الأستاذ رشيد الأستاذ بركات يقول يعني أي دستور هذا الذي تريده بعض القوى وعلى أن يعمم على جميع السودانيين وهي تحتكر التمثيل لنفسها وتهمش الآخر، كيف ترد؟ أنا أتفق تماما مع حديث الأستاذ بركات في هذا الجانب، ولكن يجب أن نتذكر بأن كل قوى الثورة متفقة بأنه لا مجال يعني لأعضاء المؤتمر الوطني في مشاركة أي محفل سياسي في المرحلة الحالية، ومن كان شريكا له لحظة سقوطه. يعني هنالك في حينما كان الناس يموتون في الشوارع كانت في مكونات سياسية جالسة في مقعد السلطة مع البشير وتدعمه في قتل المتظاهرين، فليس رفض لا نرفض كل من شارك البشير، ولكن كل من شارك المؤتمر الوطني لحظة سقوطه غير مقبول. وحتى الآن أمس في الوثيقة في الميثاق الوطني يعني تم الطلب بتأجيل توقيع مبارك الفاضل النهار وإشراق محمود، لأنهم كانوا يعني مشاركين النظام لحين سقوطه، تم تأجيل ذلك، لكن ليس لديهم مانع في أن يشارك هؤلاء، وهذا يعني ضد ما توافق عليه الناس منذ البداية. فبالتالي يجب أن نكون حذرين في هذا الجانب. الثورة السودانية ثورة كل السودانيين ما عدا المؤتمر الوطني ومن سقط معه، هذه جزئية. الجزئية الأساسية يعني في هذه القضية كلها بأنه يعني إذا لاحظنا حتى هذا المؤتمر يعني هو نتاج للجنة الفنية التي كانت تسعى لإصلاح الحرية والتغيير وخرجت بهذا المؤتمر. واحد من الرموز. سؤالي هنا أستاذ رشيد، بماذا اصطدمت هذه اللجنة الفنية حتى خرجت بهذا التشكيل أو هذا؟ نعم، يعني حصلت هناك صراعات كبيرة، يعني على رأسها يمكن في حلقة من الحلقات تحدثنا عن رفض السيد وزير المالية للتوقيع في هذا الإعلان السياسي ومطالبته بأن يكون أن لا يكون لاتخاذ القرارات بالإجماع، يعني يجب أن يكون لبعض المكونات صوت أعلى باعتبار أنه وجود أجسام صغيرة، ولكن هذه مرحلة توافق ومرحلة انتقالية يتوافق الجميع ولا يتحدث أي شخص عن وزنه السياسي في هذه المرحلة. هذه مرحلة للإعداد لمرحلة انتخابية. هذا كان سبب أيضا من الأسباب. واحدة من الأسباب هي في النهاية هي صراعات سياسية كما ذكرنا في النهاية هي كذلك. ولكن يعني حتى المؤتمر يعني واحد من الأسماء البارزة والأساسية في اللجنة الفنية الدكتور إبراهيم الأمين والكابتن عادل المفتي من عرابي هذه اللجنة وإصلاح الحرية والتغيير، ذهبوا إلى قاعة الصداقة، نظروا إلى الحضور وقالوا هذا ليس ما اتفقنا عليه، هنالك وجوه ما كان يريد لها أن تكون هنالك، وحتى هذا الاتفاق كان للتشاور وليس للتوقيع الميثاق بالشكل النهائي. لم يوقع بعد التوقيع، هو التوقيع سيكون قريبا، ولكن خلاص تم الاتفاق على ذلك. فبالتالي حتى داخل اللجنة الفنية وداخل مكونات هذا هناك خلاف كبير جدا. فبالتالي نحن سنعيش هل التعويل الآن على الخلافات داخل هذا الجسم الجديد أو المكون الجديد، أم أنه التعويل الآن على إيجاد حلول تعيد هذا المكون؟ والفرصة خلال الأسبوعين هذه فرصة متاحة لإعادة. في الحلقات تحدثنا عن حتى الإعلان السياسي، انتقدنا تسرعهم في التوقيع وما صحيح. وكان يجب أن ينتظروا ليشملوا الجميع وليس هنالك عجلة، لأنك هذا العمل العجول دائما ما يؤدي لمثل هذه التعقيدات وتعقيد المسائل وإطالة أمد الأزمة الموجودة الآن. وحقيقة يعني يجب أن يعلي هؤلاء السياسيين الموجودين في الطرفين
من روح المسؤولية الوطنية ويتنازل قليلا لشملهم. يعني 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 إذا ماذا سيحدث لجبريل إذا تنازل عن شروطه، وماذا سيحدث للمجلس المركزي أو الإعلان السياسي إذا تنازل عن بعض النقاط لاستصحاب الجميع؟ الذي يعاني من هذه الأمور هو المواطن المغلوب على أمره، الذي ما زال يعني حتى الآن في قبل قليل ذكرنا بأنه الآن تمر الذكرى السنوية لتوقيع سلام يوبا، واحدة من التعقيدات الموجودة الآن الاستحقاقات الأمنية التي لم تنجز. يعني هذه قضية كبيرة يجب النظر إليها. مسارات الشرق لم يحسم أمرها بعد، هناك ضغط كبير عندنا عليها، هذه المشاكل التي نراها في شرق السودان ووسطه وشماله. بالتالي يعني إذا لم يتحلى هؤلاء الذين على دفة القيادة الآن بمسؤولية، وأنا هنا يعني هو يعني لا نستطيع أن نفي حقه الدكتور حمدوك، يعني في 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 ظل هذه التراشقات كلها التي شاهدناها أيام المحاولة الانقلابية وغيرها، هو الوحيد الذي التزم بحديث موضوعي سواء كان في المكون المدني ولا في المكون العسكري. يعني حقيقة ما كان يتوجس منه الدكتور حمدوك في إعلانه الذي كان قبل الإعلان السياسي، وتخوفه عندما كان البعض يقول أنه يبالغ أيضا في 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 طرحه بهذا لا يعني هذا التراشق الذي وصل مرحلة إنه الآن الاجتماعات بين في المجلس السيادي معلقة، لا يوجد بينهم اجتماع بين المكونين العسكري والمدني، يعني هذا أمر غير مقبول. يعني هذا يعني في 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 تراشقات يعني لا معنى لها. يجب حتى أن يرتقي هؤلاء، أنتم القادة، أنتم من تمثلون الآن النخبة السودانية الموجودة، يجب أن يرتقي الخطاب السياسي لهذا المستوى. أستاذ رشيد، أنا سأعود إليك لنتحدث عن مخاطر مثل هذه التراشقات في هذه اللحظة التي يعبر فيها السودان يعني مربعات الخطر إلى الوضع الاقتصادي والأمني والاستقرار نوعا ما الذي شهده السودان. أستاذ بركات، هذه المكونات إذا استمرت في هذا التراشق، من المستفيد تحديدا إذا إن وجد في يعني إن لم تكن هذه التباينات في مصلحة وفي تعزيز المسار الديمقراطي، من المستفيد إذن؟ طبعا المستفيد كما ظل في كل فترات السودان هو المكون العسكري أو العسكر، الذي يبرر دائما الانقلابات بالخلافات السياسية بين الأحزاب السياسية التي أنهكت البلاد، وكما يدعي الآن بعض العساكر. أنا بالمناسبة يعني حتى العسكر ادعائهم ومواقفهم هي الخطأ نفسه، يعني الخطأ بعينه. يعني لا أرى مبررا أن يخرج البرهان أو حميتي ويدعي أن الخلافات وضرورة مشاركة كل المدني هي دعوة حق لكن أريد بها باطل، لأنه لو كانت دعوة حق أريد بها حق كان تبنى مجلس السيادة الذي ليس له هيكل وظيفي محدد يقوم به وبه 14 شخص، كانوا تبنوا مبادرة، حتى مبادرة حمدوك قبل أن يطلقها حمدوك كان من الأجدى والأفضل أن يتبنى ذلك مجلس السيادة ويقوم هو كلجنة بتنفيذه، لأنه لديه الكثير من الإمكانيات التي تجعله قادرا، نعم الأدوات التي تجعله قادرا على ذلك. لكن أن يخرج مكون عسكري من مجلس السيادة ويدعي هم تحدثوا طبعا في أكثر من يعني بدون تحديد أسماء، لكن المكون العسكري تحدث في أكثر من ظهور إعلامي ومن يعني إعلام صحفي على أن بعيدون كل البعد من التناول السياسي، ونحن ليست من سياستنا هذا الحديث. طبعا أنا أنقل وجهة نظر المكون العسكري من يعني من حق الطرف الآخر باعتباره غير موجود، لكن هم يقولون ذلك إنه نحن بعيدون كل البعد عن الانقلابات العسكرية والانقلابات السياسية، وما يرمى به البعض في المجلس العسكري هو عار عن الصحة، وأن الفشل هو الذي اعترى المكون المدني. كيف ترد؟ طبعا يعني هم دائما أنا أتذكر في هذه اللحظات تصريح البشير في ذلك الوقت في 2008 في جريدة الرأي القطرية، عندما قال إن هذه آخر مرة يترشح فيها في الانتخابات، ومع نهاية 2010 لن يكون موجودا على رئاسة حزب المؤتمر الوطني، ونقلت كل الصحف العربية والعالمية، لأنها كانت تجربة فريدة أن يتنازل عسكري عن الحكم.
شيء غريب. هذا كما حصل أيضا في اليمن عندما أعلن علي عبد الله صالح أكثر بأنه من مرة آخر يوم يعني له في السلطة في 2006 في الانتخابات الرئاسية. بالضبط. لكن في اليوم الثاني تم حشد مجموعة من الطلاب المدارس وغيرهم خرجوا إلى الميدان وأنه عد قال فاستجبت لنداء الشعر. تاريخ العسكر في الوطن العربي بشكل عام بالمناسبة الحكومات العسكرية غير مشرفة بشكل عام. طيب نحن نأمل في الأخير أن يعبر السودان هذه المرحلة. أستاذ رشيد نختم من عندك. هذه المخاطر لا سيما في الظرف الذي يمر به السودان اليوم. هناك طبعا زيارات دولية. الممثل أيضا كان نائب مساعد الوزير الخارجية الأمريكي كان موجود في الخرطوم قبل يومين. أيضا بالأمس كان موجود أيضا ممثل للرئاسة الفرنسية في الخرطوم وتحدثوا على أنهم جاءوا لدعم التحول الديمقراطي. ما مستقبل هذا الدعم في حال فشلت أو ظهرت مثل هذه التباينات السياسية؟ طبعا يعني الداعم الكبير للتحول الديمقراطي كان المجتمع الدولي بخروج يعني دولة السودان من ظلام المؤتمر الوطني إلى نور الحرية والديمقراطية. ويمكن أن يكون هذا الحدث أيقونة ومرشد لكافة الدول اللي حولنا. واحدة من الإشكالات الأساسية يمكن بالنسبة لهذا الصراع المجتمع الدولي اللي هو راعي لهذه الوثيقة استشعر بأن هنالك يعني أمر مريب يجري في السودان ربما هي مؤشرات لقرب حدوث انقلاب عسكري. وحتى المحاولات الفاشلة ما هي إلا تمارين للدور النهائي للانقلاب العسكري. فبالتالي حرصا منهم ويمكن هناك تحديدات واضحة بأمريكا تحديدا ذكرت بأنها يعني إعادة علاقاتها مع السودان مرتبطة بالتحول الديمقراطي مرتبطة يعني رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بنفس الحكاية وكذلك المجتمع الغربي الأوروبي وعلى رأسها فرنسا اللي هي راعت مؤتمر باريس والدعم الدولي الكبير الذي سيخرج المواطن من هذه الضيقة. أيضا بيانات وزارة الخارجية العربية وكل المؤيد للشعب والمندد بهذه المحاولة الانقلابية الفاشلة. بالتالي يعني يجب على كافة القوى المدنية لقطع الطريق لمثل هذا السيناريو أن تعود للرشد السياسي وأن تعود للعمل بروح الفريق وإعلاء الروح الوطنية بحيث أنه لا يكون هنالك مبرر لأي انقلاب عسكري. ونحن يعني شاهدنا الأيام الفائتة. أستاذ رشيد الحل للخروج من هذا النفق كما ذكرت باختصار شديد التوافق على برنامج وطني موحد وإعلاء الروح الوطنية لكافة الفاعلين السياسيين في الساحة السودانية والاكتفاء بالمرحلة الزمنية التي حدثت احترام الوثيقة الدستورية اللي هي بتمثل دستور المرحلة الانتقالية. هنالك ومن يخالف ذلك أو يريد أن يمدد الشارع موجود. أستاذ كلمة أخيرة أستاذ بركات النجار للحل للخروج من هذه التراشقات أيضاً الحياة نعم قريبة من ما قاله الزميل الرشيد الخروج من عباءة الولالة الأحزاب والولالة الوطن وتعلية القيم الوطنية والأهداف الوطنية ثم احترام القدرة أو تدريب نفسنا على القدرة على إدارة التنوع. كيف ترد على من لم يجد نفسه مهيئاً بعد للانتخابات القادمة؟ هو أنا أعتقد أنه أغلب الأحزاب السودانية غير مهيئة لكن أنا واحد من الناس اللي أتمنى أنه الفترة الانتقالية تطول أكثر من الزمن يعني المحدد. أنت في وجهة نظر مختلفة. في الأخير مشاهدي الكرام نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي كان محور نقاش حول الميثاق الجديد الذي أعلن في الخرطوم وخطورة التشظي السياسي ومن المستفيد واللاعب ربما الخفي وراء هذه التباينات السياسية وهذا الميثاق الجديد. أشكر باسمكم مشاهدي الكرام ضيفي العزيزين الأستاذ بركات النجار المحلل السياسي. شكرا جزيلا لك أستاذ بركات ونتمنى أن تحقق السلام والوئام للسودان سواء طالت الفترة أو قصرت. والشكر أيضا للأستاذ العزيز والرائع المحلل السياسي الأستاذ رشيد ساتي. شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد. والشكر بوصولكم مشاهدي الكرام حيثما كنتم. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.